هوية بريس. الاسم ديالي لطفي عبد الله، من مدينة فاس، خلق وتربي في مدينة فاس، في خلقت في 1969. شنو المشكل اللي عندك بابي؟ المشكل اللي عندي سيدي هو هاد السيدة القايدة اللي عندنا هنايا في الملحق الإداري للبطحة. مشيت 3 شهور هما محمقيني على واحد الرخصة باش نصلح هاد الدار ديالي، شريتها. هاد الدار هادي مهما جات السيد الرئيس الجديد عطاني الرخصة، رئيس ديال المقاطعة ديال فاس المدينة. من بعد ما عطاني الرخصة نضت نصلح الدار، الدار قايلة للسقوط، ما عندي تصاور، عندي كل شيء راشي. ومن بعد حي بديت نصلح، جات عندي السيدة القايدة هادي ديال البطحة، تجي هي والقوة ساعة 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 ساعة، شنو ديال هاد السيدة هادي؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بقينا كنستعطفوها ترغبوها، ما بغاتش ترغب لنا. جيت داك نهار الجمعة مشيت أسيدي عندها، قلت لها الله يخليك، قالت لي خرج عليا والله تنصفك أنت للحبس، والله ما نتفك معاك، والله ما حيت على شنو درت لهاد السيدة هادي؟ ما درت لها حتى شي حاجة، شنو دايرين لك أنا؟ شنو بالخصوص أنا شنو داير؟ وهاد القاوري هذا اللي شرا هاد الدار علاش ما كتهضرش معاه؟ ما كتكلمش معاه ما والو. وزايد متر حتى هو في السطح، انا ما زايد ما والو. داكشي كان تما صلح، داكشي كان تما السقوف راشين. وفي التالي ما لقات ما دير، جات لعندي عاوتاني لهنايا للباركين للجنان، درت شي شجيرات غرستهم، قالت لي والو داك الشجر خصك تحيدو. قلت لها ما كاين حتى شي، جاي صيفط لي داك القوه وهادي. دابا انا كنتهرب كنخاف على نفسي، عندي الوليدات، عندي ناس عائله مدروشين، تنخدم على وليداتي وعلى هذا الشيء، وديروا عليا بحث وراني معروف. وهاد السيده هادي لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، وحسبنا الله ونعم الوكيل. ما داير لها والو، علاش تسددني بهذا الحبس؟ علاش؟ شنو الضرر اللي عندك في الدار السي عبد الله؟ الدار اللي عندي سيدي شريتها ايلا للسقوط، راشيه، السقوفه ديالها ميتين، صلحت داك الشيء من اوله واخره حتى للتالي ديالو، ما خليت شي حاجه فيها المضره. هي داك التراب وداك الوسخ وداك العفن اللي خرجت من داك الشيء شهر وانا في التماره. وفي التالي الهوايه ديال هاد السيده هي كتقول لي خصك تريب داك الدار. واش هاد الدار هادي كانوا باغيين يشريوها الوفات الناس ومكتبه ليا انا، ومن بعد ما شريتها انا يا تجي هاد السيده القايده تزولها لي، ما جاياش. الله ينصر الملك، انا ولد الملك وتنبغي الملك الله ينصره الله يطولنا عمره، وتنبغيو هاد الناس كاع الشرفاء ديال الادارات. وهادي عمري تجرأت انا على شي واحد ولا تصاريت ولا شي حاجه. عاش الملك. هاد السيده هادي وما دايزه القياد قبل منا، ما عمري انا بيني وبين شي واحد ولا هادي الا هاد السيده هادي. هاد السيده هادي باها كان معنا في الحبس، انا مدوز الحبس ما تنكذبش، انا مدوز الحبس. قال لي ما بغاتش ولا هذا الشيء دارس معايا هذا الشيء هذا، لا في سبيل الله كتهجم عليا وباغي تصيفطني للحبس. دابا انا المشكل شنو بغيت تصيفطك للحبس السي عبد الله؟ ما نعرف اسيدي، الساعه الساعه كتقولها لي، كتجي هكا داك النهار في القياده وكانت دايره الاجتماع ودايره هادي، وانا كنقول لها لا القايده لا الشريفه لا الله يعمرها سلعه. انا كنحترم السلطه، انا ما كان عمري تصلت على السلطه وكنحترمها، ما عمري هزيت عيني فيها ما بيني لا بينها، لا هي ولا جميع المسؤولين. واش هادوك الموظفين ديال سيدنا ديرهم سيدنا انا نتصر عليهم؟ هاد السيده هادي بوحديتها الله يهديها ما نعرفش مالها. انا المهم هي شافتني داك النهار الجمعه وقالوا لي الناس، قالوا لي سير استعطفها ورغبها باش هذا الشيء. انا جيت فيها قالت لي والله تنصيفطك للحبس، وانا اضطريت دابا باش منشت راسي تصيفطني للحبس. انا تلاقيت بكم انتوما سميتكم هاد الصحافه باش تنشروا لي هذا الشيء ويشوفوا سيدنا الملك ويشوفوا كل شيء. والله يعطينا شي موت نمشيو بحالنا من الدنيا، والله القسم وآيات الله الا وليت تنتمنى الموت باش ما نتلاقاش مع هذه السيده. الله يشهد على ما اقول، الا كنتمنى الموت. ما انا وها المواطنين ها كل شيء ها الشعب المغاربه، واش عمري انا تصرت على شي واحد ولا تجرأت على شي واحد ولا هذا؟ وهاد السيدة حسبنا الله ونعم الوكيل، اللهم تعالى يدير لي شي تاويل الخير، الله يبعدني عليها يا ربي، لما تبعدني على هاد السيدة والله العظيم إلا خايف، يقسم بالله ودعات الله ولا كذبت الله يعطيني شي مصيبة دابا، يعطيني الله شي موتة. إلا كنتمنى نموت وحق الرب، إلا كنتمنى نموت باش ما نتلاقاش مع هاد السيدة.
ما فيا ما نمشي للحبس. راهي باها ما عرفش شحال دوزت معاها ديال الحبس. وتجي عاد تصيفطني للحبس على تأخير الزمن ديالي. شنو داير لها؟ شنو اللي بغيت نعرف؟ هي شنو داير لها؟ بغات داك الدار تاخدها خودها. بغات هاد الناس اللي باغيين يشريوها يشريوها، أنا ما خصني لا دار ولا والو. أيا جات دارت لي الشمع صافي، أنا تنباس كل ليلة فين الشكوى الله تعالى. وهاد الشيء اللي نقول، والله ينصر رشيدنا الملك، والحمد لله والشكر لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الله يدير شي تاويل ديال الخير. ويا بريس.